إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. عباد الله، إن هذا الدين العظيم دلنا على كل خير، وجنبنا كل شر. ومن ذلك يا عباد الله ما جاء الحث في الشرع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكلمة الطيبة، وما جاء من الثواب عليها، وبيان أثرها ونفعها. فقد جاءت الآيات والأحاديث في الحث على ذلك، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وقد جاء في كتاب الله عز وجل أن الكلام الطيب يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى، ويقبله ربنا سبحانه وتعالى بقبول حسن. قال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال سبحانه وتعالى مبينا أثر الكلمة الطيبة، قال سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، أصلها كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فانظر إلى قوله سبحانه وتعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذا مثال للكلمة الطيبة، وأحسن الكلام الطيب هو قول لا إله إلا الله، وما تفرع عنها من كل كلام طيب وحسن في الدين والدنيا. فأثر الكلمة الباقية ممتد، وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى آثار أهل العلم والفضل والفقه عندما ألفوا وصنفوا وكتبوا، لا زال ما كتبوه من كلام طيب يتداوله الناس ويصب عليهم من الحسنات بعد أن توفاهم الله من مئات السنين. وهذا كله نتائج الكلمة الطيبة. عباد الله، وكم من كلمة طيبة غيرت مجرى حياة، وأثارت النفس، وجحدت الهمة. ونذكر على ذلك يا عباد الله نماذج من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وأهل العلم. فمن ذلك ما جاء بالصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عندما علم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل.
يعني يقصد عبد الله بن عمر. فلما علم عبد الله بن عمر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. فكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم شحذت همة هذا الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يقوم الليل ولا ينام من الليل إلا قليلا. ومما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع ابن دادان الكندي، وكان رجلا مغنيا حسن الصوت، يقول ابن دادان رحمه الله تعالى: كنت مع أصحابي وكان معنا النبيذ، وكنت أغني لهم، فدخل علينا عبد الله بن مسعود في الكوفة وضرب الطنبور وأراق النبيذ، ثم قال لي: ما أحسن هذا الصوت، لو كان بالقرآن، لو كان صوتك بالقرآن لكنت أنت أنت. ثم ذهب عنه. فقال ابن زادان: من هذا؟ فقيل له: ابن مسعود. فذهب إليه وأمسك بردائه، فالتفت عليه ابن مسعود رضي الله عنه واعتنقه، ثم قال له: مرحبا بمن أحبه الله، وأخرج له تمرا. قال زبيد رحمه الله تعالى: فرأينا زادان بعد ذلك يصلي كأنه الجذع، أي من شدة خشوعه لله سبحانه وتعالى. وجاء عن مالك رضي الله عنه ورحمه قال: كنت مع أخي ومعنا أبي، وألقى علينا مسألة فأجاب أخي وأصاب، وأجبت وأخطأت. فقال لي أبي: ألهتك الحمام عن طلب العلم؟ قال: فغضبت وذهبت بعد ذلك إلى ابن هرمز 7 سنين أأتيه بكرة، ولا أخرج منه إلا في الليل. وبعد ذلك رأينا مالكا رحمه الله ورضي عنه إماما من أئمة الدنيا بسبب كلمة من والده. ومما جاء في ذلك يا عباد الله، جاء في قصة البخاري في تأليفه لأعظم كتاب على وجه الأرض بعد القرآن، وهو صحيح البخاري، وكان ذلك بسبب كلمة ألقاها عليهم شيخه إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى. فقد كانوا عند الإمام إسحاق بن راهويه، وإسحاق بن راهويه إمام من أئمة الإسلام، وهو قرين للإمام أحمد رحمهم الله ورضي عنهم، فقال لطلابه: لو جمعتم كتابا فيه صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي وجمعت الجامع الصحيح. فكان هذا يا عباد الله سبب تأليفه لهذا الكتاب العظيم الذي لم يرى مثله ولا بعده من كتب الحديث. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، ومن النماذج يا عباد الله ما ذكره الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن وصية رجلٍ عامي له في نشر العلم، فقال رحمه الله: ولقد أوصاني رجل من عامة الناس بأن أنشر العلم حتى في المجالس، حتى في مجالس القهوة والغداء. قال رحمه الله تعالى: وأنا أوصيكم بهذه الوصية. فانظروا إلى هذه الوصية التي أوصاها هذا الرجل لهذا العالم الرباني، حتى كتب عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتاوى الطريق وفتاوى المجالس، وانتشر العلم
بسبب هذه النصيحة وهذه الوصية من هذا الرجل العامي. فيا عباد الله، تفقدوا مشاعر القلوب وتفقدوا حاجات الشعور، فرب كلمة طيبة تغير مجرى حياة. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مليئا غدقا سحا مجللا نافعا غير ضار، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.